أهلا وسهلا بكل التلميذات والتلاميذ وأولياء الأمور، نتمنى تكونوا بخير وبصحة جيدة. إذا في إطار الاستعداد الدائم للدخول المدرسي أو الموسم الدراسي 2021-2022، نشوفوا تقييم تشخيصي للمستوى الخامس ابتدائي مادة اللغة العربية. إذا بالنسبة لرابط التحميل غتلقاوه في الوصف. غنبداو في هذا الفيديو بالمكون الأول اللي هو القراءة. إذا بالنسبة للقراءة كاين نص، خاصكم تقراو النص مزيان وتجاوبوا على الأسئلة. إذا نحاولوا أول حاجة نبدأ بقراءة النص. إذا في إحدى البلدات الصغيرة كان هناك أختان يتيمتان. في أحد الأيام مرضت الأخت الصغيرة بمرض خطير جدا، وظلت هذه الفتاة تعاني من الآلام يوما بعد يوم، وأصبحت لا تقوى على التحرك من فراشها إلا الشيء القليل، حيث كانت أختها الكبيرة تهتم بها كثيرا. وفي يوم من الأيام قالت لأختها الكبيرة وهي تراقب شجرة بالقرب من نافذة غرفتها: إني أرى كل يوم أوراقا تتساقط من الشجرة، وإني أتوقع أن أيامي سوف تنتهي بعد وقوع آخر ورقة. ردت عليها أختها الكبيرة وهي مبتسمة: إذا حتى ذلك الوقت سوف نستمتع بحياتنا ونعيش أياما جميلة ورائعة. مرت أيام عديدة وتساقطت الأوراق الواحدة تلو الأخرى تباعا، وبقيت ورقة واحدة فقط. ظلت الأخت الصغيرة المريضة تراقب هذه الورقة الأخيرة، ظنا منها بأنه بوقوع هذه الورقة المتبقية سوف ينهي المرض حياتها نهائيا. انقضى فصل الخريف بأكمله وجاء بعده شتاء، وانقضى أيضا ومرت سنة ولم تسقط هذه الورقة. ولكن بعد مرور تلك الفترة الطويلة بدأت سارة تستعيد عافيتها من جديد إلى أن شفيت تماما من مرضها الخطير، واستطاعت بعدها التحرك بشكل أفضل بكثير. فكان أول شيء فعلته هو الذهاب إلى تلك الورقة العجيبة ظنا منها بأنها معجزة حصلت لها، إلى أن شفيت تماما ولم تسقط قد تلك الورقة. فحصلت المفاجأة التي لم تكن تتوقعها أبدا. أثناء وصولها للمكان رأت ورقة بلاستيكية ثبتتها أختها جيدا على الشجرة، لأنها كانت تحبها كثيرا ولا تريد أن ترى خوف أختها من الموت. ولكن يبقى الأمل عند أختها المحبوبة بالشفاء. من يزرع الأمل في قلوب الآخرين يستحق كل التقدير والاحترام والإكرام. إذا قصة جميلة. إذا بنات القصة كتناول يعني خصنا يعني ديما يعني نخليو الامل في الحياه، وقد مرض ولا شي حاجه وقعت لنا كبيره خصنا ما نفقدوش الامل في الحياه. اذا نشوف الاخت الكبيره بقات عطات الامل يعني الاخت الصغيره، يعني هي يعني هذيك الاخت الصغيره كانت كترخب هذيك الورقه، يعني وكتشوف ان اخر ورقه يعني هي مرتبطه بالموت ديال، يعني سقطت هذيك الورقه الاخرى يعني عتموت هذيك الطفله لانها كانت تعاني من مرض خطير. شنو عملت الاخت الكبيره؟ الاخت الكبيره مشات ثبتت هذيك الورقه بورقه بلاستيكيه، والاخت يعني هذيك غير يعني ورقه يعني امل صغير عطاها امل انها قاومت المرض وشفات في الاخر. اذا غنحاولوا نجاوبوا على الاسئله يعني ديال النص. اقرا النص جيدا ثم اجيب على الاسئله التاليه. اذا ضع عنوانا مناسبا للنص. ما معنى النص كيتناول ان التشبث بالحياه الامل؟ اذا ممكن نعطيوك جواب او كعنوان للنص ممكن نكتبوا الامل او التمسك بالحياه. التمسك، اذا التمسك بالحياه. اذا عندنا نمشيو السؤال الثاني. ما نوعيه النص؟ واش هو رساله؟ ديما الرساله راه باينه باش تعرفوا النص رساله، كيكون مثلا اخي العزيز يعني شي حاجه من الى المرسل مرسل اليه، هذه ماشي خطبه مي هذه قصه. اذا هنا عندنا قصه. اذا نمشيو السؤال الثالث. اذا السؤال الثالث يقول: اتبع عائله كلمه زرعه وتحتوي على نفس حروف الكلمه الاصل مع الشكل. شوف ما كيقول لك خريطه مثلا عائله، كاين خريطه الكلمه وعائله الكلمه. ما كيقول لك عائله الكلمه خاصك تخرج يعني كلمات من نفس حروف يعني الكلمه، يعني زرعه يعني غنخرجوا كلمات فيهم الزاء والراء والعين، يعني مثلا اسم فاعل، الفعل مضارع، اسم مفعول، يعني جميع نخرجوا جميع الكلمات اللي كنتمي نفس العائله ديال يعني كلمه زرعه، يعني نفس حروف الزاي والراء والعاء، يعني هنايا اسم فاعل، اسم مفعول، فعل مضارع، ممكن اسم مكان، اسم زمن، يعني جميع الكلمات اللي كيترتبطوا بزرع. اذا نبداو مثلا باسم فاعل، مثلا زارع، زارع
اوكي اذا زارعون. اذا غنمشيو مثلا زرعون مصدر، مثلا زرعون مثلا ممكن نخرجوا مثلا مزارعون، مزارعون مزارعون. ممكن نخرجوا مثلا مزرعه، مزرعه اسم مكان مزرعه. اذا ممكن نخرجوا مثلا مزروع، شي حاجه مزروعه اسم مفعول. اذا مزروعون يعني ديما قال لك عيل الكلمه تخرج جميع الحاجات، المصدر اسم فاعل اسم مفعول اسم مكان، من يعني الحروف الاصليه هذيك اللي عطاوها لك. اذا غنمشيو السؤال الرابع. دابا خريطه الكلمه، شو ممكن عندك خريطه الكلمه؟ راه فيها اربعه بحال الخريطه اللي عندنا مثلا الشمال والجنوب الى اخره. كيعطيك خريطه الكلمه خاصك تحدد النوع ديالو، واش فعل ولا مثلا اسم ولا حرف، المعنى ديالو اشنو كيعني، ونحدد الحاجه الثانيه ضد العكس ديالو ونركبوا هذيك الكلمه في جمله. اذا عندنا تهتم، ممكن نقول انا كنهتم بشي واحد يعني كنعتني به. اذا تهتم النوع بعدا، تهتم هو فعل، اذا النوع فعل، المعنى تعتني تعتني تعتني. الضد، شي واحد كنعتني به كنهملو، اذا تعتني. ما معنى العكس ديالها؟ تهملو، اذا تهملو، اذا تهملو. تعتني العكس ديالها تهملو. اذا نحاول نركبو تهتم في جمله، مثلا نقولو تهتم 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 ماذا؟ تهتم الام باطفالها، اذا تهتم الام باطفالها بأطفالها. نعم. إذا نمشي السؤال الخامس. سؤال الخامس يقول اختر المرادف المناسب أتوقع. بس ما كنقول شي حاجة يعني، شو ما كيقول لك المرادف يعني معنى الكلمة، إذا ضد العكس الكلمة والمرادف معنى ديال الكلمة. بس ما كنقول أتوقع، واش أستغرب؟ لا، أستغرب كنتعجب. أستبعد، نو ما كنقولش أستبعد شي حاجة، مي ما كنقول أتوقع يعني أظن. عمشي السؤال السادس. اختار الضد المناسبة لكلمة امل. اذا ما معنى الضد؟ هو العكس ديال الكلمة. اذا ما معنى عكس الامل؟ واش اليأس، الرجاء، التمني؟ عكس الامل هو اليأس، يعني كشي واحد فقد الامل يعني يائسة، او فقد يعني فقد الامل من الحياة يعني يائسة من الحياة، يعني العكس ديالها هي اليأس. اذا عكس الامل هو اليأس. اذا غنمشيو دابا السؤال الموالي، هو السؤال السابع. سؤال سابع يقول ألون الجواب المناسب. اذا ظننت البنت المريضة انه بوقوع اخر ورقة في الشجرة. اذا هنايا ما معنى الجواب المناسب؟ سوف تشفى من المرض نهائيا، سوف ينهي المرض حياتها نهائيا. اذا انطلاقا من النص ان البنت انها ظنت انها اسقطت اخر ورقه من الشجره، معناها انها نهايه الحياه ديالها. اذا هنا الجواب الصحيح هو سوف ينهي المرض حياتها نهائيا. اذا سوف ينهي المرض حياتها نهائيا. نمشيو السؤال الثامن. هنايا ألون في القائمة على ما كان سببا في شفاء البنت المريضة. إذا واش تساقط أوراق الشجرة؟ لا، تثبيت ورقة بلاستيكية، خوفها من سقوط جميع الأوراق، عدم سقوط آخر ورقة. إذا آخر ورقة هي اللي كشبتتها بالحياة. وإذا قبل شكون يثبت لها ديك الورقة؟ الأخت ديالها الكبيرة. إذا ثبتت لها الورقة البلاستيكية باش ما تسقوش آخر ورقة اللي كانت عاطيها الأمل في الحياة. إذا سبب أنها شفات أنها بقت مرتبطة بهذيك الورقة، أنها ما سقطت يعني، وعندها ديك الورقة هي الأمل اللي بقى لها. إذا يعني سبب في شفاء البنت المريضة هو عدم سقوط آخر ورقة، لأن كانت يعني حياتها ربطها بهذيك الورقة. وإذا عدم سقوطها معنى الأمل في الحياة، وكذلك شفاء البنت المريضة كان سبب في شفاء البنت المريضة. إذا هنا عدم سقوط آخر ورقة. إذا سلينا هذا الجزء الأول ديال القراءة والنص. إذا تنشوفوا يعني، نتمنى نكون فتكم بهذا التصحيح، تنشوفوا يعني تصحيحات أخرى. نتمنى نكون فتكم بهذا الفيديو. شكرا وإلى اللقاء.